UNFM 91.2. هذه بدر طيبة من الاتحاد من النادي الرياضي الصفاقسي باش جاء الاخرى بدينا نلملموا في اجراح الصغيرات وان شاء الله يا ربي البقية من الصولات والبقية من الاخيين يكونوا معناتها ينظر بعين خير وبعين رحمة للشباب والكهول. الصغيرات اليوم اتمكننا باش نفرحوهم بالشراكة مع دار الثقافة وجمعية شمس ودار الشباب وجمعية الامل بير علي بن خليفة ونادي الاطفال بالطبيعة، وهذه كانت بادرة طيبة بالرسمي وفرحة كبيرة لا توصف من قبل الصغيرات، وإن شاء الله يا ربي تتعود الفرصة هذه مرة أخرى. نشكر إذاعة ديوان فام اللي البارح استقبلتنا في برنامج في اللوكال وعطتنا مجال باش نعرفوا بالبادرة. البادرة هذه اسمها يحكي عن سيسيس لكل الناس، الفلسفة متاحة أنه سيسيس يزمها هي تمشي للجماهير، تقرب للناس، تقرب الأهالي في مختلف معتمديات ولاية صفاقس. بدينا بمعتمديات القريبة من ولاية صفاقس وكما مشينا العقارب والمحرس والغرابة اليوم في بير علي، وإن شاء الله بقدرة ربي وبوقوف الناس والأحباء مع الأكسيون وتدعيمها كما قامت بإذاعة الديوان نمشيو لكل المعتمديات وكل العمادات على شلاء، وإن شاء الله في مرحلة ثانية نخرجوا من ولاية صفاقس نمشيو كامل مناطق الجمهورية. نادي أطفال بير علي مؤسسة نادي نموذج قبل كل شيء، مؤسسة تحت ظن الأطفال، بادرة كيف من هكا تفرح الصغيرات، وبادرة زاد البير علي زاد حاجة باهية للشباب والأطفال وكل، إن شاء الله ديما من أحسن من الأحسن إلى أحسن. شوف الصغيرات كيش فرحانين باش ياخذوا كادوات باش ياخذوا مراه باش ياخذوا بادرة طيبة من نادر الصفاقسي، وبارك الله فيه معناتها اللي خموا في الجهات هذه وخموا واحد، وان شاء الله احنا وليدات كيما كيكا يطلعوا منهم ملاعبيه، ممكن يطلعوا منهم ملاعبيه صغار كيما خذينا منصر وكيما خذينا شوشان كيما خذينا، ان شاء الله تقعد العلاقه باهيه على الاقل الملاعبيه ما يمشيوش بعيد يقعدوا هوني في معناتها يمشيوا لصفاقس وسيساسا تاخذوا منهم برشا ملاعبيه وديما صفاقس راهو النادي راهو صفاقسي ديما في الحوايج هذه هو السباق معناتها ويعطيهم الصحه. اليوم فرحانين برشا اللي احنا في بير علي وراو هكا الوليدات الصغيرات ولا كيفاش بوهم وكذا، وهذا الهدف الرئيسي من 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 من, 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 من الرياضه. نجيو للفوتبول نفس الشيء، راهو ما يطلعوا لك كان كورجيه، ما يطلعوش الكل كورجيه، مش يطلعوا لك ثلاثه اربع كورجيه كبار. الرياضه من اول الدنيا قوام الشعب والشعوب. الرياضه هي تعلمك التفكير السليم، تعلمك العمل السليم، تعلمك يسرح حوايج. الرياضه فهمت، الرياضه معناتها كل شيء. الرياضه